أهلا وسهلا ومليون مرحبا فيكم أخواني المشاهدين، وبالشوق رجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية، وحياكم الله. أعزائي المشاهدين، خلينا اليوم نتأمل من إنجيل يوحنا إصحاح 17 الآية 20، تقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم. واو، شوف كيف المسيح تبارك اسمه يتكلم معك اليوم، يتكلم معك الآن. على الرغم أنه هذا الكلام مكتوب من 2000 سنة، لكنه يتحدث معك أنت ومعك أنت اللي عم تشاهد هذه الحلقة. واضح أنك محبوب ومدعو من قبل الرب، وهذا هو السبب اللي يخليك منجذب لسماع المزيد. علي الصوت وخلي العيال يهجدون شوي، وإذا حبيت سجل هذه الحلقة. لكن الخبر الحلو هو أن هذه الحلقة حتنزل على اليوتيوب بعد كل يوم، وتقدر تشاهدها بعدين. السؤال هو موجه لك أنت، نعم أنت اللي عم تشاهد هذا البرنامج من خلال شاشة جهازك. تخيل لو أنك تعيش الآن أيام المسيح، وتخيل أنك الآن جالس تسمع كلام النعمة من فم الرب يسوع المسيح، وهو يتكلم عن المستقبل لما قال إن هناك حيكون الكثير من أتباعي، الكثير من أتباع المسيح. فهل كنت حتصدق؟ طبعا حتقول لي نعم، لأنك الآن تعرف إن هناك أكثر من 2 مليار مسيحي في العالم، والعدد في ازدياد مستمر. نشكر الرب على الاختبارات اللي تصلنا كل يوم من الباكستان ومن أندونيسيا ومصر والسعودية ومن كل محل في العالم. الناس يجون للمسيح بالأفواج، لدرجة أنه هناك قصور في مجال الرعاية والتلمذة. المسيح خبرنا بهذا مسبقا لما قال أن الحصاد كثير لكن العمال قليلين. لكن لو كنت عايش قبل المسيح وقالوا لك أن المسيح جاي، هل حتصدق؟ بالنسبة لي الأمر واضح جدا، وهو أن الله تمجد ويتمجد الآن في حياة تلاميذه. فيك أو بدونك يتمجد اسم المسيح. فهل تقوم بعملك التبشيري؟ هل تقوم بعملك التبشيري الآن عشان تكون جزء من هذه المملكة العظيمة؟ مملكة العدل والرحمة، مملكة المحبة والمساواة، مملكة المسيح اللي يملك القلوب قبل أي شيء. روحوا وانشروا للجميع وبشروا بالإنجيل للعالم كله باسم يسوع المسيح. أوصانا الرب يسوع المسيح من حوالي 2000 سنة أن نبشر. عشان كده أنت تشوفني الآن أنا أبشر بكلمة الرب يسوع المسيح. فهل أنت من اللي تحدث عنهم المسيح بهالآية؟ إذا كانت هذه الآية تخصك، واضح أنها تخصك بدليل أنك تسمع هذا الكلام بإنصات كامل، شارك هذه الحلقة مع أخوانك وأهلك خلال صفحات الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وحتى في المجالس مع أخويانك وربعك، علشان يعرف أصحابك إذا كانت هذه الآية تتحدث عنهم هم كمان. بركة الرب يسوع الناصري معكم اليوم كل يوم. يا جماعة الخير، تعالوا ونصلي عشان الرب يرسل لنا
فعل للعمل في حقل الرب. أيها الآب، أيها الإله الواحد العظيم القدوس القدير، يا سيد العظيم، أنت قلت الحصاد كثير، ولما قلت هذه الآية قلتها على السامريين اللي يلبسون الأبيض، وشعب السعودي يلبس الأبيض، يلبس الثوب الأبيض. يا سيد العظيم اجعل هذه الرسالة الآن لهم، أنت دعوهم زي ما دعيت السامرة وجبتهم للمسيح يسوع، كذلك شعبي محتاجك يا رب، محتاج أتشفع فيهم وصلي من أجلهم. يا رب أنا ما ححبهم أكثر منك، أنت تحبهم وأنت ضحيت بابنك عشانهم. يا سيد العظيم خلص السعودية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وبدل ما تكون سبب شر تكون سبب بركة ونور للعالم. أحط هذا الأمر بين يدينك أمانة، وأنت يا رب تحفظ الأمانة. لك كل المجد بالمسيح يسوع. آمين. I'm not.
سلطة الشيطان يمنع سلطة الشيطان كل ظالم يشيبك يمنع سلطة الشيطان كل ظالم يجيبك ما ينسى أبد قلبي من فداني صليبك هو سيدي وربي طول عمري ما سيبك هو سيدي وربي حبيبي وانا حبيبك كل عدلة تلاقى وحمال الصليب علي وحتى الموت هو ذاقى وبنعمة تخلصني وكل عدلة تلاقى كل عدلة تلاقى برحمة العجيبة كل عدلة تلاقى برحمة العجيبة أبد قلبي من فداني صليبا هو سيدي وربي طول عمري ما سيبا هو سيدي وربي حبيبي وانا حبيبا هو سيدي وربي حبيبي وانا حبيبا حياكم الله مرة أخرى. اليوم نتكلم عن ظاهرة استأذن من مديرك وتعال بشك معنا. دائما تسمع هذا المصطلح بين الشباب، ليش ما نسمع شيء مماثل أو مشابه في دول الغرب؟ تلاقي الناس في الغرب يشتغلون بأمانة وإخلاص بينما عيالنا يتحججون بحجج وأعذار علشان يستأذنوا ويروحوا يبشكوا مع ربعهم أو يلعبوا بالبلوت أو يروحوا القهوة أو أي شيء آخر. طب ليش هذا يصير عندنا وما يصير عند الغرب؟ وإيش هو الحل؟ ببساطة، الموظف في الغرب يشتغل بنظام الساعات، ولو عمل أكثر من الساعات المقررة نظاما الشركة ملزمة بدفع الراتب مرة ونص، ولو عمل أيام العطل الرسمية فإنه يتقاضى الراتب دبل
يعني الموظف يأخذ حقه بكل أمانة في الغرب، ولكن الموظف عندنا عارف أنه بيأخذ راتبه في آخر الشهر سواء أنه اشتغل أو ما اشتغل. المهم أنه يكون موقع حضور وانصراف، يعني الموظف يحس أنه راتبه صدقة من الدولة عليه، بينما الموظف الأجنبي يحس أنه راتبه أخذه بعرق جبينه. شوف التعليم السامي من الرسول المسيح بولس لما قال: هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون، أما أنا فلم أستعمل شيء من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأن خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري. كورنثوس الأولى 9:14-15. واو، على الرغم من أحقية الرسول بولس على شعب الرب أنه يعيلوه يعطوه قروش عشان يعيش، لكنه ما يثقل عليهم، بل كان يعمل في صناعة الخيم حسب أعمال 18:3. الرسول بولس يقدم لنا هنا قدوة حسنة في أن يعمل الإنسان في مجال تخصصه وأن لا يكون اتكالي. وبولس الرسول ما جاء بشيء جديد، فالمسيح يسوع تبارك اسمه كان نجار، وهذا يبين أهمية العمل في الحياة المسيحية. يا جماعة الخير، تعالوا، لأنه فعلا إحنا محتاجين نجي أمام عرش النعمة، أمام المسيح، ونطلب حل هالقضية هذه. اشتركوا معي روح واحدة. يا رب يا يسوع، حاطط هذا الأمر أمانة بين يدك يا سيد العظيم. أعطي شبابنا أنه ينظروا للعمل بعين المسؤولية. أعطي يا رب أولياء أمرنا من مدراء ورؤساء وأقسام ومدراء عامين ووزراء أنه يحطوا السياسات والتعليمات اللي تخلي الشاب ينظر للعمل بأنه شيء مقدس، مش صدقة من الدولة عليه، ولكن أنه واجب، ويقوم الإنسان بالعمل نتيجة حبه لأخوه الإنسان. فإذا الواحد كل نظر بهذا الفكر اللي هو نظرتك أنت يا رب للإنسان، فأنا باختصار أبغاك يا رب تحط قلبك في قلب شعبي، تحط أنه شعبي ينظر للناس بعيونك. محتاجين يا رب، مو عشان شعبي بس، عشان كمان اللي حوالينا، عشان سوريا، عشان العراق، عشان اليمن، عشان كل من يشوف السعوديين يقول هدول هم شعب الرب. وما ممكن يصير هذا إلا لما أنت يا رب تيجي وتسكن وتتوج ملك، تتوج ملك على بلادي من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها باسم يسوع المسيح. حاطط هذا الأمر أمانة. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلى والله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق، وشفت بعيوني اللي صار لعدويني. Thank you.
عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا ومرحبا فيك. كيف تعرف إنك مسيحي؟ أو متى تستحق تكون شخص من أتباع السيد المسيح؟ تعرف إنك تابع للسيد المسيح إذا كان المسيح هو القائد الحقيقي والمسؤول الأول والأخير عن حياتك، يعني هو إلهك وسيدك ومعلمك وصديقك وقريبك وأقرب المقربين لك. هو السيد على حياتك وعلى بيتك وعلى عملك وعلى كل تعاملاتك. تقبل كلامه وتطبق وصاياه مع نفسك وفي البيت وفي الشارع وفي كل مكان ومع أي إنسان، فيكون هو الشخصية البارزة والمؤثرة في حياتك وشخصيتك من خلال تعاملاتك وأقوالك وأفعالك ومشاعرك ومشاريعك وحتى طريقة تفكيرك. فما عد تحيا أنت، بل المسيح يحيا فيك. تتكلم كلامه وتعمل أعماله وتشوف كل العالم بعينه ومن خلاله، وتتغير حياتك وتكون معاه إنسان جديد، فالأشياء العتيقة قد مضت وهالكل قد صار جديد. جديد يعني إن معرفتك فيه غيرت طبيعتك البشرية وخلتك إنسان جديد بطبيعة مسيحية جديدة. ولأن المسيح محبة، فأفعالك وردود أفعالك لازم تكون صادرة ونابعة من قلب إنسان محب. وإذا كانت طبيعة الإنسان العادي أن يقاوم الشر بالشر ويقابل الحب بالحب، أو يطبق نظرية العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فطبيعتك الجديدة كإنسان مسيحي ترفض كل ذا الأفكار، فلا تقاوم الشر بالشر ولا العين بالعين ولا البادي أظلم، لكن تقابل الشر بالإحسان والكره بالمحبة والاضطهاد بالمغفرة والعداوة بالصلاة. فما عاد قانون العين بالعين والسن بالسن يتناسب مع طبيعتك الجديدة كابن من أبناء الله. كونك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتعامل مع كل الناس بنفس تعامل المسيح معهم، بقبول ومحبة حتى مع اللي يكرهونك أو بينك وبينهم عداوة، لأنهم أول من وصاك عليهم المسيح وأكثر ناس محتاجين محبتك وصلاتك. وتفهم إن كل الناس أهلك وناسك ومحتاجين محبتك، مثل مش بس المسيحيين، لكن كل إنسان غيرك يعتبر أخوك وقريبك ومحتاج حبك وبرك. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتحل بأخلاق سيدك في الأمانة والصدق والحكمة والصبر، وتكون إنسان وديع ورحيم وبسيط، متواضع ونقي القلب، مسالم وصانع سلام، سلام مع نفسك ومع أسرتك ومع كل الناس. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك ما تعتدي ولا تخون ولا تخون ولا تظلم ولا تفسد ولا تكره ولا تحقد ولا تنتقم. إنك مسيحي يعني إن حياة الناس مقدسة عندك، ما يرخصها معتقد أو دين أو مال أو حريم أو أي شيء ثاني. فالإنسان عزيز جدا على قلب السيد المسيح ومدفوع فيه ثمن غالي جدا. عزيزي المشاهد، إنك مسيحي يعني إنك مواطن صالح في وطنك، تحب بصدق وتبنيه بجهد وتعب وتحرسه بعيونك من كل شر، تحترم قوانينه وتتقيد بأنظمته وتقبل شعبه وتشارك في تقدمه وازدهاره، وتكون عضو مفيد وفاعل في مجتمعك الصغير كجزء من وطن وعالم كبير، وتصلي أن يحفظ الله وطنك ويدوم عليه الخير والأمن والأمان. كونك إنسان مسيحي يعني إنك تحب الخير للكل وما تستأثر فيه لنفسك، ولأنك مؤمن بأن معرفة المسيح خير وخلاصه أكبر نعمة، فأنت حريص على مشاركتها مع أخوانك والناس حواليك، فتكتب أسماءهم معاك في سفر الحياة ويكونون أبناء وارثين معاك في الملكوت السماوي.
إنك مسيحي، يعني إنك ضامن الأبدية بدم المسيح ومغفورة لك كل خطاياك، ومع كذا ما زلت تحب عمل الخير ومساعدة الغير وتعمل البر، ولا تستهين أبدا بنعمة الخلاص أو تسترخص الخطية. أنت مسيحي يعني إنك تعيش، إنك ما تعيش بالسيف ولا تدين الناس، لا تقتل ولا تسبي ولا تغتصب. إنك مسيحي يعني إنك عارف إن كل الناس متساويين ومساويين لك، مهما كان لونهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عاداتهم أو حتى ديانتهم. تقدس أسرتك وتحافظ عليها وتكون دائما هي أول اهتماماتك، وتعرف إن المرأة مساوية تماما لك وفي كل شيء، في الحقوق والواجبات والاحترام والتقدير والتعامل، وكل واحد منكم له دور مكمل للثاني بدون تفضيل أحد على أحد، فكلكم معين وشريك ونظير لشريكه. إنك مسيحي يعني إنك عارف وحافظ وعود المسيح لك، وتدري زين إنه لا وعدك بغنى مادي ولا مركز اجتماعي ولا منصب دنيوي، بالعكس قال سيكون لكم في العالم ضيق، ومع كذا أنت قابل وراضي وحامل صليبك وماشي معاه ولا هامك أحد، وحاس أنك أغنى من الكل وفايز ومنتصر ورابح حياة أبدية وقوة معنوية وراحة نفسية. أنك مسيحي يعني أنك في علاقة مستمرة وشخصية مع الله، علاقة أثرت عليك وعلى منطقك وفهمك وأهدافك، فما عدت تركض ورا كسب مادي أو ملك دنيوي، لكن إنسان تقدس أفكارك قبل أفعالك وتطهر قلبك قبل جسمك، وتثق إن الله يحبك وخلق كل ذا العالم عشانك ولأجلك أنت وأهلك، فحافظ عليه وعليهم، واذكر إن وصيته لك أن تحبه من كل قلبك ومن كل تفكيرك وبكل قوتك، وتحب قريبك كنفسك، وتكون نور للعالم فيرى الناس أعمالك الحسنة فيمجد أبوك السماوي، وبكذا تعرف أنك تابع للسيد المسيح. فهنيئا لك باتباع المسيح، وهنيئا لكل الباحثين عن الحق. كذا كان المسيح، وكذا طلب منا نكون، وكذا نتمنى العالم كله يكون، فتكتب أسماءنا كلنا في سفر الحياة. وفي الختام أشكر متابعتكم، وفي انتظار أن ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام ختام، وفي أمان المسيح.